واتس اب جايز، صباح بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كلشي وهذا؟ كنتمنى الامور ديالكم كامله تكون بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع مهم بزاف. دونك بزاف ديال الناس يقول لي بلي راه ما عنديش الوقت فاش نبريباري، ولا ما عرفتش اصلا الوقت ديالي فاش كيضيع، وكنحس براسي بلي نهار كامل كنبقى غير غادي، غير كنتلاح من هنا كنتلاح السوشيال ميديا، من بعد كنمشي نهضر مع شي واحد، من بعد كنمشي نلعب شويه، كل مره في كنتلاوح، حتى كنجي في الاخر ديال النهار كنلقى بلي النهار ديالي كامل مشى، وكنلقى راسي بلي ما درت حتى شي حاجه. دونك ما عارفش الوقت ديالي فين كيمشي. دونك الا كان عندك هذا المشكل ولا ما كانش عندك الوقت فاش تبريباري، فتبع معايا حتى الاخر ديال الفيديو، كاينه لا سوليسيون. دونك هذا المشكل هذا اصلا راه واحد المعتقد اللي كاين عندنا في الراس ديالنا، يعني كيصحاب لينا بلي راه ما عندناش الوقت. يعني كندوي على الناس مثلا اللي كيكونوا خدامين، ولا الناس مثلا اللي كيكونوا كيقراو، كيقول لك راه بلي ما عنديش الوقت. دونك نفترضوا نديروا واحد السيمولاسيون خفيفه باش نعرفوا فريمون واش عندنا الوقت ولا ما عندناش. دونك حنا عندنا بيدجي ديال 24 ساعه، دونك كاملين كانسان ما كاينش شي واحد عنده 25 ساعه ولا شي واحد عنده 12 ساعه، كلنا عندنا بيدجي واحد 24 ساعه اللي كتعطانا كل نهار. دونك 24 ساعه نفترضوا بلي تقريبا لا ماجوريتي واحد 95% كتنعس واحد 8 السوايع. دونك ها هي واحد 8 السوايع طيرنا، شحال بقات لينا؟ بقات لينا واحد 16 ساعه. نفترضوا عاوتاني بلي من هذيك 16 ساعه شي واحد خدام، يعني سالاري عادي، الغالبيه كيكونوا سالاري، دونك نقولوا بلي عنده 8 السوايع. دونك عاوتاني عنده 8 السوايع، دونك 8 السوايع في 8 السوايع ولات عندنا شحال؟ ولات عندنا 16 ساعه. دونك شحال بقات لينا في الاخر؟ بقات لينا واحد 8 السوايع. دونك تخيل معايا 8 السوايع كامله عندك زايده في النهار. غتقول لي لا راه كناكل، راه كنوجد، راه كنمشي في ترونسبور. متفق معاك. نقولوا بلي ديك 8 السوايع تقريبا كتاكل فيها وكتوجد فيها وكدير فيها ترونسبور تقريبا لواحد ساعتين ولا 3 السوايع. شحال غادي تبقى؟ غتبقى لك 5 السوايع. تخيل معايا 5 السوايع عندك في النهار. دونك كتقول لي واخا تبقى تهضر لي يوسف وتقول لي 5 السوايع، راه في الاخر النهار ديالك كيدوز وما كنعرفش فين كيدوز. انا نعطيك لا سوليسيون. دونك اول حاجه خاصك دير، اول اكسيون هي خاصك تشد واحد السيلو وواحد لاجوندا ولا واحد الورقه، ماشي ورقه، اجوندا، حيت غتكتب بزاف، وتشد كل نهار من اللي كتفيق من الصباح حتى كتنعس اشنو كدير في النهار ديالك. نفترض مثلا فقتي مع 8، اوكي فقت مع 8، شنو درت ما بين 8 و 9؟ بقيت شاد التليفون، اوكي غنكتب بلي كنت شاد التليفون، مثلا نكتب حدا السوشيال ميديا في واتساب انستغرام ولا في فيسبوك ولا شنو كنت كندير. افترضوا ما بين 9 و 10 نتي مثلا دوشتي ولا شي حاجه، اوكي ما بين 8 و 8 ونص مثلا دوشت غنكتبها. ما بين 8 ونص و 9 مشيت بريباريت الروبا ديالي وفطرت، اوكي حتى هي غادي نكتبها. ما بين 10 و 11 مشيت بقيت غير متكي، اوكي حتى هي نكتبها. مثلا اللي غيمشي للخدمه مثلا ما بين 8 ل 6 خدمه، ما بين 6 ل 7 جيت تكيت، اوكي تكيت. ما بين 7 و 8 مشيت وجدت من ناكل. ما بين 8 و 9 دخلت السوشيال ميديا، اوكي دخلت السوشيال ميديا. اي حاجه اي ديتاي غادي تكتبو، هذه هي اول حاجه. وملي غدوز واحد السيمانه حتى تقريبا شهر وانت كدير هاد ليكزيرسيس، وديك الساعه غادي تعرف مزيان الوقت ديالك فين كيمشي. ديك الساعه كاين تقدر دير شي فيشي اكسل وتجمع فيه مثلا اليوتيوب، وتعرف راسك الوقت ديالك في النهار فين كيمشي، واش كيمشي في الخدمه، واش كيمشي غير جالس ما كدير والو، واش كيمشي في الماكله، واش كيمشي في ترونسبور، واش. يعني ديك الساعه غتكون عندك واحد الاجابه، وهذا تكون عندك بحال انسور دوديت، يعني خصك اوديتي بعدا في الاول تعرف راسك الوقت ديالك فين كيمشي. قبل ما نهضروا على لا جيستيون دي طوق ولا نهضروا على شي كامل ولا النظام ولا كيفاش غادي ننظموا، خصنا نهضروا بعدا على هذه القضيه هي الاولى. دونك الا كانت شي اكسيون خاصك ديرها هي الاولى فهي هذه، وكون متاكد على انك غتعرف بالضبط الوقت ديالك فين كيمشي، وغتجي عندها تقول لي يوسف بصح والله الا راه وليت عارف بلي واحد 4 السوايع في النهار كنضيعها ولا واحد 5 السوايع في النهار كنضيعها، ما تبقاش تقول لي راه ما عنديش الوقت، غتقول لي لا يوسف راه عندي الوقت غير انا كنضيعو في حوايج اخر. وهنا فين كيدخلوا لا كيسيون ديال لي بريوريت. دونك هذه هي لاكسيون الاولى. لاكسيون الثانيه من بعد ما تكون درتي هاد لا ليست وعرفتي فين كيمشي لك الوقت، خاصك ديفيني ان ستركتور. فاش كنقول ان ستركتور نورمالمون ديال النهار ديالك كامل، ولكن حنا ما نبداوش دغيا بالزرب وندخلوا النهار كامل، ولكن نبداو واحد دو زاكسيون، غير عرف الوقت اللي غادي تنعس فيه وعرف الوقت اللي غادي تفيق فيه. الا كنتي ديجا مديفيني واحد الوقت اللي كتنعس فيه مثلا 11 ديال الليل، وواحد الوقت اللي كتفيق فيه مثلا هو 7 ديال الصباح بالنسبة للاثنين والثلاث والاربعة والخميس والجمعة، وبالنسبة للسبت والحد مثلا كتنعس مع 12 وكتفيق مثلا مع 9. إلا غير ديفينيتي ديجا هادي راه غتولي عندك واحد لا ستريكتور في النهار ديالك،
يعني عرفتي بعدا هل ليميت، هل ليميت سوبيريور، هل ليميت انفيريور، عرفتي امتى غادي تفيق وامتى غادي تنعس. ديك الساعه غنبداو نعمروا الوسط، ولكن الا ما درتيش ليميت ما تعرفش فين غتعمر. دونك لاكسيون الثانيه هي هذه. دونك من بعد هاد لاكسيون غادي نشوفوا التكمله في النيكست فيديو ان شاء الله غدا. دونك الا عجبتك لا فيديو لايكيها وشيرها مع اصحابك، و الا كنتي اول مره كتشوف هاد لا فيديو سبسكرايب عندي في لاشين واكتيفي النوتيفيكاسيون باش يوصلوك بحال هاد لي فيديو. اش غادي نقول لك؟ تهلا ليا فراسك، تخي بون كوراج، الله يسر ليك، ونشوفو غدا فيديو جديد.